كم خيشة هالحب؟ هذا 10 دينار. انزين سوي لي نص خيشة. إن شاء الله. عيسى يعني ما بتغير رايك؟ لا 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 خليهم هني اضمن اضمن. اشوف ما فكرت تفاجئني بربطه. ربطه؟ تدري انت الربطه هاي كم فيها؟ استاهل ولا لا؟ تستاهلين تستاهلين، لكن خليهم يباتون هني يبا ليله ليله واحده بس في هالفندق الحلو. مرحبا. شنو؟ هيت بالوقت الغلط؟ ليش؟ عندنا مخدرات؟ تعالي. طلع لنا ورث وأنا ما أدري ولا تعويض عن شيء؟ لا، هذه أنا انفصلت عن شريكي وطلع لي هالمبلغ راس مالي. زين كم هذيلة؟ 1,400,000. وانت يعني لازم تقولي لي المبلغ؟ ما تعرفين شيء اسمه الستر؟ هاو؟ إيش فيك؟ أنا إيش قلت؟ أي ضمننا سيارة جديدة موديلها السنة، مالي شغل. أفا يا عيسى، ما هقيتها منك، أدورك دوارة ويوم تحزت الشهادة تتهرب مني وتختفي؟ أنا بصراحة يا وديمة يعني أنت شو؟ أنت شو يا عيسى؟ أنت بايع دينك بدنياك، هذا أنت. أنا خايف ما أكون حقاني بينك وبين أخوك، هذه شهادة مو لعبة، أخاف أظلم حد فيكم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتموها فإنه آثم قلبه. وديمة لا تحملين فوق طاقتي، أنا أقول أحسن شيء تفاهمي ويا أخوك وتركوا عنكم المحاكم. زين يا عيسى، حسابنا ما باليوم، حسابنا يوم الحساب، حسبي الله ونعم الوكيل. سبعة اثنين مشكور خوف. يا ولد عبد الله شنو ذي؟ هذه رقم اخو منى، الصرف عادي. تصرف ايش تبي له اسوي يعني؟ اخطبها مني؟ اذا شافك ريال سنع وتستاهل بيجبرها تاخذك. اسمع كلامي، اخذها بالقوه اسماعيل، مو حلوه لا بحقي ولا بحقها. أنا بالبنت تزوجني عن قناعة، عن حب. اسمح لي عبد الله، أنت تزرع في أرض بور، أغلب الزيجات الناجحة يا الحب بعد الزواج مو قبل الزواج. شوفنا شلون تزوجت وعكم. لا زواج تقليدي لا، أنا عندي أخ واحد، لو تزوج وطلع من البيت أنا راح أتم بروحي، لا أب ولا أم. والله ورطة، أنا خاف يصير لي نفس الشيء، يعني بعد 15 سنة إذا ما تزوجت عادي تلقيني في الحوش ألعب جي النمل. منى أنا أتكلم جد، الموضوع أعمق من كذي. الوحدة قاتلة، يعني شوفي الريال في عمر 50 يقدر يتزوج في أي وقت أي وقت، لكن الحرمة في عمر 50 منو بياخذها؟ كلامك صح، أنا الحين بالثلاثينات مو بلاقي ريال، في 50 شو يسوون فيه؟ الله وكيلك تشوت. علشان كذي الواحد لازم يضحي بسعادته بس علشان ما يتم بروحه. بس للأسف أنا ما قدرت. ما عليه ما علي زينب، الله كريم،
يلا يمكن يلك نصيب احسن من المحطه هذا اللي اسمه ابراهيم. ايش فيك لثى؟ شنو ايش فيني؟ ما ادري، قاعده احس انك تتمشين على البحر وانت مرتاحه وتشمي ريحه البحر. عندي حاله استرخاء، فيها شيء؟ حلو، بس مو كنا ريحته رجاليه؟ ليكون قمتي تتعطرين بعطور رجاليه بعد. هنادي خلصيني، هاتي من الاخر. انت اللي هاتي من الاخر، ايش سويتي في موضوعي؟ كلمت واحده من رفيجاتي وبدبر لي الحبوب. اي متى عاد؟ ايش دراني، انا كلمتها وعدتني خير. اي ما يخالف، بس متى؟ بعد يوم، يومين، شهر، شهرين، متى؟ يعني انت تخربين حياتك في شهور وتبين تعدلينها في يوم؟ شو المنطق؟ مثل لو سمحتي لا تقعدين تعايريني في الموضوع كل يوم الثاني. ايش فيكم تصرخون انتو الثنتين؟ هاتي العطر، لا تقعدين تسوي لي سوالف. اف ما تتكلمون، ايش فيكم؟ يما هذه ميثا زعلت لما قلت لها ريحه العطر رجالي، ما اعرف ايش فيها من اشتغلت كلها تعصب. افايم ما يا ميثا، هذا انت ختم العوده، المفروض تكونين حنونه عليه مو بكذي. ما ادري ايش فيني يما، شكلي تعبانه من الشغل ومتوتره. ما يخالف يما، اذا تعالي ابوك يبيك. والله كشاكين وديمه، شوف السيارات الجديدة شلون صغيرة. جنها قواطي تونة. ايه احسن حق الحوادث. وديمه، وديمه، ها وين سرحتي؟ ايش قلت يا سيف؟ ما سمعتك. اقول له عند عيال اسولف وياهم كان وايد زين، لكن ما الله راد. كأنك غيرت الموضوع. ابي احد اسولف معاه، وانت طول الوقت ساكتي يا وديمه. حكمة ربك يا سيف، يبر الله عطاها البنات، وانا لا عطاني لا عيال ولا مال. احسن علشان تهتمين فيني انا وبس، وما حد اشغلش عني. الله عليك يا سيف، تراني قايلت لك ألف مرة أنا مالي غير الله، ثم أنت من اللي جاينا هالحزة. خالي دار دار، هذه سلطان والد أختي. تأخرت في نومتك، صارت الساعة 7. البركة فيك، كان المفروض صحيني على صلاة المغرب. يعني إذا قعدتك بتصلي؟ وانت كل شيء بتطنزين عليه، قومي ذفي بطبخك أشوف، هاتي لي شاي. ما
البنات راحوا الجامعة؟ إيه راحوا كلهم، بس هنادي لا للحين تعبانة. إيش فيها ما تمر علينا؟ لا تسأل، لا تقول بروح أشوف أبوي. الحين منو المريض؟ أنت ولا هي الله يهديك؟ أنت المفروض تسأل عنها. الله، صرت الحين أنا المقصر؟ ألو، لا فاضي تكلم. ايش هالكلام هذا؟ لعبة يا هالي، احنا اتفقنا خلاص والرجل ما يرد في كلمته يا اخي. شنو شريكك غير راية؟ لا، هذا عيسى متصل يقول شافتها وديمة في السوق وطاحت فيه، ويقول من يومها ما ذاق النوم. يعني شنو؟ يعني بيروح يشهد معاها في المحكمة. وي معقولة؟ صدقتيني يوم قلت لك هذيلا ما لهم أمان. زين اني جبت الفلوس كاش وحطيتها عندي في البيت. والحين ايش بتسوي؟ على وين متلبس وساير؟ بروح حق سلطان. وليش بتروح له؟ ايش عندك وياه؟ بقول له شوف له واحدة ثانية. انا ابي ابعد عن بنات يبر. شو بتقول للسبب؟ يبر سرق اخته والحب يطلع على بذره؟ اي نعم بقول له، ولازم يعرف احنا ليش نغش بالبنات. دخيلك يا سيف، لا تقول له، هذا الشيء بيني وبين اخوي. بس الريال يبي يخطب بنت من بناته، ايش تبين اقول له؟ احنا خلاص موافقين ونروح ويا نخطبها له. انت ترضين تخطبين له؟ هي نعم، ليش لا؟ بصراحة انا فكرت وشفت ما فيها شيء. شنو؟ بتروحين تخطبين له بعد كل اللي سوى فيك؟ هذول البنات ما احترموتش وديمه. سلطان ما له ذنب يدخل في وسط مشاكله. بس انا مو عاجبيني بنات يبر، لا ادب ولا اخلاق، وسلطان ما يستاهل. سند مو موجود؟ ما عرفتي ليش؟ لا والله، تليفونه مسكر. ما علي، طلبي لي زينب ولا قلتش خليها. زينب، ملف حميد عندك؟ اي خلصته، بس تعالي ساعديني ندخل معلومات عن اجازته الاخيره. يا حليلهم، منو هذين عيالك؟ ايه عيالي، سكت الخدامة ردت بلادها وتوحقت فيهم. ما شاء الله الله يحفظهم. متى انا اتزوج ويصير عندي كذي عيال؟ انت بعدي عن سند بس وبتتزوجين وبتجيبين عيال. زينب شو الكلام؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يا حليلهم، هذيل عيالك مريم؟ لا، عيالي انا، الخدامة ردت بلادها وما عرفت وين اوديهم. وان شاء الله مو مخربين عليك شغلك. لا بالعكس، انا من دخلت وهي لاهية بالشغل وما تدري عنهم. مريم، ممكن تخلينا بروحنا شوي؟ على امرك، بس اخذ ملف حميد. انا اذنكم. ميثا، لا يكون ضايقتي لأني جبتهم معي للشغل. ايش رايك انتي؟ تلقين مكان يستحمل الأطفال ولعبهم؟ شو اسوي؟ ظروفي صعبة. الناس ما لها شغل بظروف الشخص، لها شغل بشغلة. ولا ايش رايك زينب؟ ميثا، أنا في وضع صعب ومو متحملة حد يأنبني أو حد يضايقني. لو سمحتي خف انتقادك علي شوي. زين، انا بخف عنك، بس يا ليت انت بعد خفين تنقل حكي عن الناس شرق وغرب بكلام لا يودي ولا يجيب. عيل، ايش معنى كلامها؟ ياسة تلمح وتهدد. وانا ايش تراني؟ قومي روحي سيليها بروحك. انزين، انت يوم كنتي معاها في السياره اضطريتوني بشيء؟ يعني سالتني عنك، قلت لها مطلقه
وبعد وبس. منى حرام عليك، الحرمة قلبة علي، وأنا اللي فيني كافيني، هذه وحدة ممكن تسوي فيني أي شيء وأنا مو بقدها. زينب خلاص عاد، قلنا لك ما قلنا لها شيء. أحلى صباح على طيور الشركة الحلوين اللي يغردون وصوته واصل آخر الممر. شو فيها هذه؟ ما عليك منها، عقد مطلقات طلعت اليوم. المهم حياتي انت، عمري شلونك، شو اخبارك؟ كسري حسك لا حد يسمعك، انا كم مره بفهمك. خلاص بقصر حسي، وين كنت البارح؟ لا اتصلت فيني ولا دسيت مسج. كنت في حفله دكد، علشان كذي ما كان لي خلق اكلم اي احد. استاذ سند، استاذه ميته تبغيك. ايه وبعدين مع هذه ذبحتني. العموم يا منى راجع الملف اللي عندك وبعدين كمل موضوعنا. الو، مرحبا يا هند. هي نعم، انا وديمه. وديمه حياك الله. اي موجود، خير؟ ايش تبيني اقول له؟ ببلغ ان شاء الله. مع السلامه. خير؟ ايش صاير؟ تقول بتزورك الليله هي وسيف. تزورني؟ هي سمعت عن فض الشراكة مع أحمد؟ إش دراني؟ إش دراني؟ ليكون بثيت الخبر يا رويتر؟ يعني ما تعرفين شيء اسم الستر؟ أنت شفيك؟ تراك ذبحتني؟ ما تكلمت مع أحد؟ إي والله. ليكون عيل جاي تقول لي عن عيسى هذا اللي بيشد له؟ أكيد، وتلقاها بعد جاي تسامك على الموضوع. أنا أكثر من 20,000 دينار من معطلة، كان أقول لكم بتارثوني وانا حي. تفضل. تفضلي، هذا اللي طلبتيه. هذا هو؟ انت متاكد؟ تعلميني في الاشياء افعليك. زين، شلون طريقه استخدامها؟ كتبت لك الطريقه بالورقه اللي داخل الكيس. ما لقي أعراض جانبية؟ أكيد طبعاً، ترجيع ولوعة شبت ونزيف. نزيف؟ يعني شنو؟ يعني ممكن تموت؟ الظاهر أن خبرتك بالحياة قليلة يا ميثا، اطمني ما رح تموت، بس النزيف الشر لابد منه. على العموم أنا رايح أكمل شغلي. وين رايح؟ اقعد، ما سولفت معك اليوم. الأيام جاية. يلا سند، يعني ما سألتني عن 20,000؟ قلتي لي إنها هدية من أبوك، يعني عشان تشتري سيارة جديدة. إيه، أنا فعلاً أبي أشتري سيارة جديدة، بس هالسيارة أبيها على ذوقك. أبشرك، البلين شبت، ما قلت لك صدقت الحين رايي في البنات. يبا البنت ايش تبي في هالسمة؟ ايش تبي اكثر من انك تسحب ناعم معاها وتعطيها ريش حلو؟ وحياتك اصعب راس الين. دنجوان، دنجوان مع مرتبة الشرف. هلا هلا والله، في زيارة مفاجأة.
مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا قلت لك الوالدة تسليك وتسولف معك. ايش دريت اني هالسه بروحي؟ مو انت تقولين انك متملة في حياتك؟ عاد امي احسن وحدة تسلي الناس. يلا يما ابيك تضحكينا اليوم. مزون يوزي عني. حياكم تفضلوا. قبل ان ندخل بس حبيت اقول لك مشكوره وايد لانك ساعدتينا. نوره سامحيني انا بروح ادور لي على شغل. خلي انت عندك الوالده الحين وبمر اخذ الظهر. يلا مع السلامه. مع السلامه. حياك خالتي. اشرح لك مضار الاول. ليش هو لا مضار؟ عيل شنو لعبه هذا؟ جهاض. لا تقعدين تخوفيني. انا ما خوفك بس هذا الصدق. زين شنو مضاره؟ يعني نزيف، واحتمال نزيف شديد. انا دشيت الانترنت وقريت عنه اكثر، في وايد اعراض جانبيه، لوع وما أدري بهدلة. يعني شنو؟ ما تبيني أخذه؟ ما أدري ما أعرف، موضوع خطير. ميثا إحنا ما لنا حل ثاني، أنا لازم أخذ الحبوب. إن شاء الله بتاخذينه بالبيت هني. عيل شنو؟ ما فهمت قصدك. يعني عيالك نزيف وشافتك أمي إيش بتسوين؟ ما راح أطلع من الغرفة. لا 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 تفضحين عمرك، لازم نطلع برا البيت. يعني وين نروح؟ نروح البحر؟ تنكدين حضرتك؟ هذا وقته؟ خلاص انا بروح اقول حق امي وابوي نبي نروح ليلتين شالين نغير الجو. اي اذا كذي ممكن. عيل انا الحين بروح اقول لهم عشان نمشي المساء. تعالي انت وين رايحه؟ على كيف تشوف المساء؟ انت ناسي ان عندي دوام؟ اي ما يخالف غيب يومين ما راح يصير لك شيء. لا خلينا نروح على الويكند احسن عشان لا حد يشك فينا. يا ودي حسبي الله عليك وهكيتني وياك. الخضره بس لا تسوين اي شيء لما انا اقول لك. اقول هند شايبك المطبخ. يا لسه افكر ما ادري اقول اعطيه 50,000 وافك عمري من هالقرقعه. ايش رايك انت الحين جاي المطبخ عشان تقول لي هالكلام؟ ليش وايد؟ مو مساله وايد، المساله انك وايد تفكر في الموضوع. ريح نفسك. انت ما تعرفين وديمه، وديمة عينها حارة والله اندرت ان عندي هالمبلغ لتقلبه لي ورق ما يسوى شيء. انت مالك شغل، خلها توصل ويصير خير، احنا حريم ونعرف البعض. بس ها شنو ما اقول لا تدخل. من المرة اللي ياتش اليوم؟ واحدة من الربع. من متى انت عندك ربع؟ بعد شو اسوي؟ طلع عندي ربع، واحدة ياتني تزورني البيت اقول لها لا. شنو سمعتها؟ يعني متزوجة مطلقة ارملة؟ ارملة وفي الخمسين. وليش تنافخين؟ كأن مو عاجبك. أنا ما أحب الخدامة تجسس علي وتبلغك بتحركاتي، المفروض تثق فيني. أنا ما أثق في الحريم
ولا تحاولين تغيرين رايي، ومن حقي اعرف من يدخل بيتي، فاهمه؟ ان شاء الله على امرك. حد ردت تتنافخ؟ انت ليش مو طايقه كلمه مني؟ سيف، انت الحين ما بتقوم تصير وياي؟ انا مو مرتاح يا وديمة. انا اقول خلنا نعطي نفسنا مهلة، خلينا نفكر بالموضوع شوية. وش انا مفكر؟ الموضوع ما يباله تفكير يا سيف. انا بروح وياك، بس ابيش تجاوبيني على سؤال واحد. اسأل. انت شلون تبين تخطبين لسلطان بنتهم بدرية وانت صيدت صيد اليد؟ شايفت بشغلة لا ترضي الله ولا رسوله. إنزين، ما بيمكن يكون سلطان سبب لهدايته؟ أنا ما أقدر أخلي بنات أخوي لذيابة الشارع يا سيف. سلطان بيحافظها والحافظ الله وبيهديها لدينها. قوم قوم يا سيف وتعوذ من الشيطان. الحين؟ ايه الحين. وش فيك تشريك انك خايف منها؟ لا لا، مو بعن خايف منها، بس ما احب احط عيني في عينها. قصدك كسر عينك؟ هند يوزي عنك. يبا ممكن اطلب منك طلب؟ بس لا تردني. خير؟ اكيد خير. يتكلمي يقولي. ابي اروح شاليه في الويكند، حاسه بزيق وكآبة. ومن معاه بتروحين؟ ان شاء الله بروحك. لا يما، شنو اروح بروحي؟ بروح مع ميثا. شلون تروحون الشاليه بروحكم وانتو بنات؟ ما حد منعكم، تعالوا معنا. بروح بنسبح في البحر وبنركب سكوترات وبنصيد سمك وبنشوي، واخر شيء بنركض على البحر. التون كل هذا بتسوونه؟ ايش دعوه داشين دوره صاعقه؟ اي مو ترى اسمه تغيير جو. بالله يبا الواحد ليش يطلع من البيت؟ بصراحة أنا مالي خلق. ولا أنا. براحتكم، أنا بروح أقول حق ميتة عشان تذهب على الويكند. هنادي، من قال لك أنا موافق؟ يبا لا تعكر مزاجنا. سمعي عاد، قال لك لا يعني لا. إيش فيك؟ لاحظت شبدي من تصرفاتكم وياي، أنتوا كلها تشعموني، حاسة إني بموت من القهر. زين خلاص خلاص. فكونا، روحوا روحوا، ما يسوى علينا. واللي أنا سويت فيه هذا وأنا قلبي عليه، واللي أنا سويت فيه هذا وأنا قلبي عليه.
فيك تطالعيني كذي؟ أحبك. إيه بس لا تبحلقين فيني كذي قدام الناس، يقول عنك بينونة. أنا ما علي من الناس، أنا أحبك مجنون، وبعدين أنت زوجي، إيش فيك خايف تعبر عن حبك لي؟